بيبدأ المسلسل بعيلة أندي وهم في عيد ميلاد ابنهم سام، وأندي بيكون عالم بترول ومشهور جدا على مستوى العالم وعنده ولد وبنت، والولد الصغير هو سام وبيعاني من العمى المؤقت ومحتاج لعملية كبيرة، فبتكون عيلته هي عينه اللي بيشوف بيها دايما، وبيهتموا بيه عشان يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي لحد ما يعمل العملية، وبيخلص عيد الميلاد وبيرجعوا كلهم على البيت، وأول ما بيوصلوا البيت بيجي لأندي شخص وبيقوله إنهم محتاجين يسافر لتركيا علشان في مشكلة في الشغل هناك، فبيودع أندي أسرته وبيسافر لتركيا فعلا، وبيوصل أندي لتركيا وهناك بيقابل خليل صاحب شركة البترول اللي بيشتغل فيها أندي، فبيقوله خليل إن في مشكلة في البترول بتخليه يولع بسرعة، والمفروض إن أندي هو اللي هيحل المشكلة دي، وبيعرفه خليل على واحدة اسمها ميكا، وميكا دي مندوبة من انجلترا هتشرف على شغله، وبعدها بيروحوا على المعمل عشان يبدأ أندي شغله، وبيلاحظ أندي إن في حاجة غريبة في العينات اللي معاه، لكنه بيتظاهر إن كل حاجة طبيعية لحد ما يتأكد، وفي الوقت ده بيكون سام مع أم إلينا ورايحين باريس عشان يعمل سام الأشعة والفحوصات اللي هيحتاجها قبل العملية، وفي طريقهم للمستشفى بتلاحظ إلينا إن العربيات حواليها بتولع لكنها ما بتعرفش إيه السبب، وبتوصل إلينا المستشفى وبيعمل سام الأشعة وبيحدد له الدكتور ميعاد العملية، وبعد ما بيخلصوا الأشعة بيطلب الدكتور من إلينا إن هو يتكلم معاها، وبيقولها إن سام حالته خطيرة والعمى بينتشر في عينه بسرعة ولازم يلحقوه، علشان كده العملية هتكون يوم الجمعة، وبيطلب منها تروح معاه المطعم اللي جنب المستشفى بما إنهم هيحجزوا سام في المستشفى، فبتوافق، وهناك بيبان على الدكتور إن هو معجب بيها وبيحاول يتقرب منها، لكنها بتكون بتحب أندي وده بيخليها ترفض كلام الدكتور معاها، وفي الأثناء دي بيكون أندي في طريقه للمعمل وبتتعرض العربية اللي هو فيها لهجوم من مجموعة مسلحين، فبتتقلب العربية وبيموت كل اللي فيها ما عدا أندي وميكا فاروق، وبتقتل ميكا المسلحين وبيهربوا لمكان يستخبوا فيه، وبيروحوا الفندق قريب من المعمل علشان يكونوا في امان، وفي نفس الوقت ده بتشارك واحده اسمها لورا في مظاهرات ضد الحكومه، وبنعرف ان لورا بلوجر وبتسجل المظاهرات اللي بتحصل ضد الحكومه علشان تنقلها للناس ويساعدوها هي والمتظاهرين ويدعموا قضيتهم، واخر اليوم بتعمل حفلة عندها في البيت وبتتعرف هناك على اوين، وبيكملوا الحفلة مع بعض وبيقولها اوين ان هو بيحبها من وقت طويل وبيحاول يتقرب منها، وتاني يوم بتروح لورا واوين لمطعم في المدينة، وهناك بيلاحظوا ان العربيات بتولع بسرعة كبيرة بسبب البكتيريا اللي في البنزين، في نفس الوقت ده بتروح إلينا على المستشفى عشان تطمن على سام، فبتقابل الدكتور لوكاس وهو شايل سام وبيقولها انهم هينقلوا المرضى من المستشفى عشان الكهرباء قطع، ولحد الوضع ما يستقر لازم يسافروا لندن مرة تانية، فبيوصلهم لوكاس للمطار عشان يسافروا لندن، لكنهم بيكتشفوا ان الرحلات الجوية مقفولة بسبب البترول، فبيحاول يوصلهم للميناء عشان يسافروا عن طريق البحر، لكن الشرطة بتمنعهم يدخلوا المينا بسبب ان في مظاهرات عاملينها المواطنين، واثناء ما بيتكلم لوكاس مع الضابط اللي مش راضي يعديه بتخبطه عربية، فبيحاول المواطنين هنا يهاجموا الشرطة، فبتهرب إلينا بسرعة هي وسام، وبتساعدها في كده واحدة سورية اسمها يارا، وبتكون عايشة في باريس، وبتعرض عليها تبات عندها لحد ما تسافر من باريس عشان سام يلاقي مكان ينام فيه، وتاني يوم بيروح أندي للمختبر عشان يسيب لهم عينات البترول يفحصوها، وبيقول لهم إن هو هيجي ياخد النتيجة بالليل بعد ما يكونوا خلصوا، وبيجي الليل عشان ياخد نتيجة الفحص لكنه بيلاحظ إن المبنى هادي، فبيطلع بسرعة على المعمل عشان ياخد الفحوصات، فبيكتشف إن كل اللي كانوا في المعمل اتقتلوا، وفجأة بيهجم عليه شخص مسلح وبيفضل يضرب عليه نار، فبيهرب أندي بسرعة قبل ما يتقتل، وبيلاقي إن ميكا كانت بتراقبه وهي اللي بتنقذه لتاني مرة، وبيروحوا بعد كده لمكان مهجور عشان يبعدوا عن الناس اللي بتطاردهم، وبتشك ميكا ان فاروق هو اللي بينقل اخبارهم للناس اللي بتطاردهم، وهناك بيكمل اندي فحوصاته عشان يوصل لسبب البكتيريا اللي اصابت البترول، وبيبقى قرب يوصل للحل لكنه بيبقى محتاج الابحاث بتاعته من مكتبه، فبيقرر ان هو يتصل بلورا ويطلب منها الابحاث دي، وفي الوقت ده بتحس لورا بصوت شخص في البيت عندها، ولما بتنزل تتاكد من الصوت بتلاقي شخص غريب اقتحم البيت، وبيقول لها الشخص ده ان هو صديق ابوها، لكن لورا مش بتصدقه وبتحاول تهرب منه، وبيساعدها في ده اوين، قبل ما يهربوا من البيت بيتصاب اوين بطلقه في جنبه، فبتوديه لورا على المستشفى عشان تطمن عليه، وبيتصل عليها اندي وبيطلب منها تقتحم المكتب بتاعه وتسرق له الابحاث دي لان الشرطه هتمنعها تاخد الابحاث دي، فبتوافق لورا وبتروح مكتب اندي وبتهرب من الضباط الموجودين على البوابه، وبتصور الابحاث اللي هو عاوزها وبتبعتها له، وبتهرب من المبنى بسرعه قبل ما يتقبض عليها، وبترجع للمستشفى عشان تطمن على اوين، واول ما بتوصل للمستشفى بتلاحظ ان الشخص اللي اقتحم بيتها موجود في المستشفى، ف
فبتاخد اون وبيحاولوا يهربوا قبل ما يوصل لهم الشخص ده، وفي نفس الوقت ده بتحاول إلينا تهتم بسام في وسط الظروف اللي هي بتتعرض ليها في فرنسا. ولما بيجي معاه الدواء سام مش بتلاقي إلينا الدواء في شنطتها، ولان في حظر تجوال في باريس في الوقت ده كل الصيدليات بتكون قافله، فبتضطر يارا تنزل مع إلينا عشان يدوروا على صيدليه ويسرقوا منها الدواء. ولما بيوصلوا لاقرب صيدليه بتكسر إلينا الازاز وبيدوروا على الدواء جوه لكنها مش بتلاقيه، فبيهربوا بسرعه قبل ما يتقبض عليهم من الشرطه. وبيرجعوا البيت يارا مره تانيه وبتوعدها يارا ان هي هتصنع لها الدواء ده، وتاني يوم بتصنع يارا نفس الدواء لإلينا، وبتقول لها ان هي كانت شغاله ممرضه اثناء الحرب في سوريا وبتعرف تركب الادويه، وفعلا بتصنع لها الدواء بتاع سام. وبعدها بتروح مع إلينا لورشه على طرف المدينه علشان يقابلوا شخص اسمه حسن، وحسن ده هو الشخص اللي بيهرب اللاجئين من على الحدود، فبتطلب منه يارا ان هو يهرب إلينا وسام مقابل الخاتم بتاع إلينا. فبيوافق حسن وبيقول لها تقابله عند النفق بالليل عشان يهربها هي وسام. وفي الاثناء دي بيدرس اند الابحاث اللي بعتتها له لورا، وبيعرف منها البكتيريا اللي في البترول، والبكتيريا دي بتكون مصنوعه من عالم بترول. وبيفتكر اندي هنا ان هي كانت مشروع تخرجه وشارك فيها اندي مع صديقه في الجامعه توبي، فبيتظاهر اندي ان كل شيء طبيعي عشان ميكا ما تقتلوش. وبتكون ميكا تأكدت ان فاروق هو اللي بينقل المعلومات للناس اللي بتطاردهم، فبتقرر ان هي تقتله، وبتتفق مع اندي على الخطة اللي هيقتلوه بيها. فبيتصلوا بفاروق وبيقولوله على المكان اللي هم فيه، وبتستخبى ميكا عشان تهجم على فاروق لما يدخل البيت. واول ما بيوصل فاروق البيت بتهاجمه ميكا وبيتخانقوا مع بعض. ولما بيحاول اندي ان هو يدافع عن ميكا بيخبطه فاروق وبيفقد الوعي، ولما بيسترجع وعيه بيلاقي فاروق بيخنق ميكا وهيقتلها، فبيخبطه اندي وبيفقد فاروق وعيه وبيقع على الارض، وبياخدوا كل متعلقاته وبيهربوا قبل ما يوصل لهم اي حد. وبتبلغ ميكا السلطات في بريطانيا انهم يوفروا طياره ليهم تنقلهم للندن، وتاني يوم بيركبوا الطياره عشان يسافروا لندن. وعلى الطياره بتتصل كاميرون مديره المخابرات في انجلترا على ميكا، وبتقول لها انهم وصلوا للابحاث اللي طلبها اندي من بنته، ولقوا ان الابحاث دي تاريخها من 20 سنه، وكان المشرف على البحث هو شخص تاني اسمه توبي، والبحث عباره عن انهم يصنعوا بكتيريا بتتغذى على البترول علشان يقللوا من وجود البترول في الطبيعه ويقللوا من حجم التلوث. والبكتيريا دي هي نفسها الموجوده حاليا في البترول وهي اللي مسببه ازمه في العالم. وبكده اندي بقى متهم في صنع ازمه وقود اثرت على العالم كله، وعشان كده قررت المخابرات في لندن ان هي تقبض على اندي. وبمجرد ما بيوصلوا وبتسلموا ميكا للمخابرات عشان يحققوا معاه. في نفس الوقت ده بتحاول إلينا تهرب من على الحدود هي وسام، لكن الشرطه بتقدر تقبض عليهم وبينقلوهم للمعتقل وبتفترق إلينا عن سام. وتاني يوم بتحقق كاميرون مع اندي وبتقول انهم شافوا الابحاث، وبتتهمه ان هو شارك في ترويس البترول بسبب صنعه للبكتيريا دي. فبيقول لها اندي ان ده كان مشروع تخرجه وكان معاه صديقه توبي وهو في الجامعه، وتوبي كان شخص غريب الاطوار اثناء الجامعه واكيد هو اللي لوث البترول، وبيطلب منها تصدقه لانه لو كان السبب في ازمه البترول ما كانش ساعدهم يحلوها. فبتلاقي كاميرون ان كلامه منطقي فبتثق في كلامه لان هو الوحيد اللي قادر دلوقتي ينقذ العالم. وبيطلب منها اندي ان هو يستخدم التليفون عشان يتصل بمراته وابنه، وبيشتغل بعد كده مع فريق العلماء اللي في المخابرات علشان يوصلوا لحل يقضوا بيه على البكتيريا. وفي الاثناء دي بتقدر المخابرات توصل لسواق العربيه اللي شاركت في عمليه التلويث، فبيعتقلوه عشان يحققوا معاه في القضيه ويحاولوا يوصلوا للمسؤولين عن الازمه. ولما بيحققوا معاه بيكتشفوا ان في منظمه كامله ورا العمليه دي، وقائد المنظمه دي اسمه توبي واللي هو صديق اندي. ولما بيبحثوا عنه بيعرفوا ان هو مساعد رئيس الوزراء. وفي الوقت ده بتشوف لورا الابحاث اللي سرقتها من مكتب ابوها، وبتكتشف ان السبب في تلوث البترول هو البكتيريا الموجوده في البحث ده، فبتشك ان ابوها مشارك في عمليه التلوث، فبتقرر ان هي توصل الابحاث دي للشرطه وهم ساعتها اللي يتصرفوا. ولحد ما تعمل كده هتستخبى هي وام في مكان بعيد عن الشخص اللي بيطاردهم ده، فبيروحوا للميناء وبيباتوا في مركب مهجور على الشط. وتاني يوم بيهاجمهم الشخص الغريب ده وبيحاول ان هو يقتل لورا، لكن اون بيدافع عنها وبيهاجم على الشخص ده. وهنا بتعرف لورا ان اون كان بيشتغل لحساب الشخص ده وهو اللي عرفه مكانها، ولكن ما كانوش متفقين ان هو يقتلها. فبيقتل اون الشخص ده وبتقرر ساعتها لورا ان هي تنفصل عنه وتوصل هي الابحاث دي للشرطه. فبتروح لمبنى رئيس الوزراء وبتطلب تقابل توبي المساعد بتاعه علشان توصل له الابحاث دي، وبيكون توبي في انتظارها عشان يخطفها لان هو
لموظف الأشخاص اللي كانوا بيهجموا على أندي وأسرته، وبيخطف لورا وبينقلها لمدينة مهجورة بعيد عن لندن، وبيخطط إن هو يستخدمها عشان يجبر أندي يسمع كلامه، وبينقلها للمجمع العلمي اللي هو بناه في مدينة اسمها سفورد، وهناك بيجبرها توبي تسجل كل المعلومات اللي هو بيقول عليها، وبيحكي لها عن قصته مع أبوها وبيقول لها إنهم مشتركين في كل اللي بيحصل علشان ينقذوا البيئة من أضرار البترول قبل ما ينتهي العالم بسبب الاحتباس الحراري. في نفس الوقت ده بتوصل المخابرات لمكان إلينا وسام، فبيطلب منهم أندي إنهم يفرجوا عن مراته وابنه، وبيروح معاه ضابط من المخابرات عشان يفرجوا عنهم، وبياخدهم أندي وبيرجعوا للبيت. وأول ما بيوصل لهناك بيلاقي البيت متبهدل، فبيبلغ المخابرات إن البيت اتعرض للسرقة وبنته لورا مفقودة، فبيروح ضباط المخابرات يقعدوا مع أندي علشان يحموه وأسرته لحد ما يخلص البحث بتاعه. وتاني يوم بيبعت توبي الفيديوهات اللي سجلتها لورا لأندي، وبيقوله فيها على الطريقة اللي هيوصله بيها بعيد عن المخابرات، وبيجبره ان هو يمشي من طرق معينة علشان المخابرات ما تجيش وراه، ولو المخابرات جت وراه هيقتل بنته. فبيضطر أندي ان هو يسمع كلامه عشان يحافظ على حياة بنته، وبيروح للمكان اللي بيقوله عليه توبي، وبينجح ان هو يهرب من المخابرات. ولما بيقابل توبي بيروح معاه لجزيرة مهجورة، وهناك بيقابل بنته لورا وبيطمن عليها، وبيبدأ يتكلم مع توبي عشان يرجعه عن اللي هو ناوي يعمله. لكن توبي بيكون مخطط لكل حاجة ومقرر ان هو هيقضي على البترول اللي في العالم كله خلاص، وبيطلب من لورا ان هي تسجل فيديو لكل اللي بيحصل علشان تثبت ان ابوها كان مشارك معاه في اللي بيحصل. ولما بيتعصب اندي من اللي بيحصل ده بيهدده توبي ان هو هيقتله، وبيقول ان هو ضحى بحياته عشان ينفذ المشروع بتاعهم، وان هو ما عندوش استعداد يضحي بالمشروع. فبيهاجمه اندي وبيوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه وبيوقع منه المسدس. فبتوصل لورا للمسدس اللي وقع من توبي، وبتهدد ابوها ان هو لو موقفش عن اللي بيعمله ده هتقتله، لكنها بتعمل كده عشان تبعد جنود توبي من المكان. وفجأة بتهجم على توبي وبتفضل تضرب فيه وبعدين بتهرب. في نفس الوقت ده بتوصل المخابرات لبيت الشخص اللي كان بيهاجم لورا، وهناك بيعرف الضباط ان اندي موجود في مصنع اسمه سينفورد، فبيتحركوا بسرعة في طريق المصنع ده. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا ان المصنع فاضي. في نفس الوقت ده إلينا بتكون بتدور في صورها القديمة مع أندي، وبتلاقي صورة ليهم لما كانوا في رحلة مع توبي صديقه، فبتتصل بالمخابرات وبتقول لهم على المكان اللي اتخذت فيه الصورة دي، وبتقول لهم ان هو مش موجود في المصنع. فبتتحرك القوات اللي هناك عشان يقبضوا على توبي وينقذوا أندي ولورا. وفي الوقت ده بيكون أندي بيحاول يشتت توبي ورجالته لحد ما توصل المخابرات، فبيهاجم توبي وبيفضلوا يتخانقوا ويضربوا في بعض، وبيقدر توبي ان هو يتغلب على أندي وبيطلع مسدسه وبيهدده ان هو هيقتله، لان هما الاتنين بس اللي يقدروا يوقفوا البكتيريا، ولو أندي مات هيقدر توبي ينفذ المخطط بتاعه ويقضي على البترول اللي موجود في العالم. وقبل ما يقتله توبي بتوصل المخابرات، وبتهدد توبي عشان يسيب المسدس اللي في ايده، فبيستدرجهم لحد حافة المنحدر وبيوضحهم قبل ما ينتحر. وفجأة بينط توبي من على الحافة وبيموت، وبكده بيبقى أندي هو الوحيد اللي قادر انه ينقذ العالم. ولكن الوقت بيكون فات والبكتيريا لوثت كل البترول الموجود في العالم، وده هيتسبب في أزمة وقود هتغير العالم بشكل كبير، وهتحتاج البشرية لسنين طويلة عشان ترجع الحياة لطبيعتها. وبيكون أندي هو قائد فريق العلماء اللي هيرجعوا الحياة لطبيعتها، وبيقول انهم محتاجين لسنين طويلة عشان كل شيء يرجع لطبيعته تاني، خصوصا ان كل الوقود اللي في العالم انتهى وبتتدمر دول كتير وبترجع الحياة البدائية من تاني، وما بيبقاش في أنظمة سياسية أو حدود بين الدول، وبتجتمع كل الشعوب عشان يساعدوا بعض ويحاولوا يرجعوا كل حاجة لطبيعتها. وبيخلص المسلسل.